ينضم إلينا من أبو ظبي سعادة الدكتور جمال الكعبي وكيل دائرة الصحة هناك. أهلا بك دكتور. دعنا نبدأ بالحديث عن الآلية لتوفير هذه اللقاحات. إذا أردنا أن نتحدث لوجستيا، ما هي الآلية؟ طبعا الجميع يعلم أن اليوم توفير اللقاحات هذا تحدي عالمي، ولكن أيضا فور اعتماد هذه اللقاحات وبدء عملية نقلها ندخل في تحدي آخر. أبو ظبي من خلال اتفاقية الأمل لا تقدم أنصاف حلول، ولكن نحن هنا نقدم حل شامل لسلسلة التوريد بداية من الإنتاج وحتى وصول التطعيم للجهة المعينة. بالتالي نتكلم عن إنتاج التطعيم ومن ثم نقله عن طريق طيران الاتحاد أو اتحاد للشحن، ومن ثم بالمعايير الموجودة العالمية في عملية النقل، ومن ثم وجودها في مخازن في موانئ أبو ظبي كشريك استراتيجي لإدارة هذه المنشآت والتخزين المبرد المتطور. وفي نفس الوقت عندنا شركة رافد التي هي الذراع أو ذراع المشتريات الخاص بـ ADQ في أبو ظبي، بالإضافة إلى شركة سكاي سيل السويسرية والتي تطور حاويات لوجستية من الجيل التالي مخصصة لقطاع الأدوية بحيث يمكن ضبط درجة حرارتها. بالتالي من خلال هذا الائتلاف نحن نتعامل مع حل شامل لسلسلة التوريد. طيب ما هي أهمية إطلاق أبو ظبي لائتلاف الأمل هذا؟ الأهمية طبعا دعم. اليوم أبو ظبي تضع نفسها في مركز الجهود العالمية في توزيع لقاحات فيروس الكوفيد 19 لجميع أنحاء العالم، وطبعا بالتزامن مع الارتفاع المتوقع للطلب على الخدمات اللوجستية المخصصة لنقل اللقاحات، والأمر الذي يعزز من مكانة الإمارة كمركز لوجستي عالمي مستفيدا من موقعها الجغرافي والاستراتيجي وشبكة الطرق والمواصلات والموانئ والمطارات. أيضا يقدم هذا الائتلاف والذي يضم جهات رائدة محليا وعالميا حلول متكاملة لسلسلة التوريد مثل ما تكلمنا، بالإضافة إلى توفير الخدمات اللوجستية لأكثر من 6 مليار جرعة من اللقاحات العالمية التي يتم تطويرها وتصنيعها حاليا. طبعا نتكلم احنا عن جرعات تردية أو متعددة، التخزين في درجات حرارة باردة وفائقة البرودة في عام 2021، وأيضا الهدف أن نصل بهذا الرقم إلى 3 أضعاف ليصل إلى 18 مليار مع نهاية العام المقبل. هذا يضع أبو ظبي كرائدة عالميا في مجال توفير الحلول والإمكانيات والقدرات لمساعدة العالم على تجاوز هذه الأزمة الصحية. دكتور، هذا الائتلاف الذي تتحدثون عنه يبدو بأنه ائتلاف كبير جدا، ولكن الأرقام التي نتحدث عنها أيضا أرقام ضخمة. هل يمكن أن نسمع عن شركات جديدة تضاف إلى هذا الائتلاف مستقبلا من داخل أبو ظبي وربما المدن القريبة الإمارات الأخرى؟ هل هناك مشروع تعاون؟ احنا طبعا اللقاح او الائتلاف هذا عباره عن رساله ابو ظبي للعالم، نحن جميعا يجب ان نتكاتف. الامر لا يقتصر على فقط الجهات الموجوده معنا حاليا، هي دعوه لجميع الحكومات للقطاعات المختلفه العامه والخاصه لوضع يدها بيد هذا الائتلاف، وايضا بحيث نقوم بتقديم هذه السلسلة من التوريد على مستوى العالم. المجال حاليا بدأ بهذه الجهات التي تكلمنا عنها، ولكن الأمر لن يكون مقصورا عليها، وهي دعوة عامة لجميع من يرغب في المشاركة ومع هذا الائتلاف. طيب دكتور، أيضا عندما نقول بأن أبو ظبي قريبة تقريبا 4 ساعات على ثلثي سكان العالم، أيضا جزء كبير من هؤلاء السكان من الدول الفقيرة، بالنسبة لوصول اللقاح إلى هؤلاء الدول وبالنسبة للأسعار والتكاليف لهذه اللقاحات، هل هناك أي خطوات ممكن اتخاذها ليكون هناك ربما دعم في سلسلة العرض والطلب؟ بكل تأكيد نحن نعمل وفق منظومة محددة وقيادتنا الرشيدة دائما في توجيهات الخاصة لنا على مستوى القطاع الصحي، أن لا نفكر فقط في أبو ظبي والإمارات، الهدف وصول للعالم. واعتقد اليوم كل ما قامت به ابو ظبي في هذا المجال والمساعدات الانسانيه ايضا سيكون لها بكل تاكيد اسقاطات على هذا العمل وسلسله التوريد. متى ما توفر اللقاح ستضع اماره ابو ظبي نصب عينها وجود ووصول هذه اللقاحات لجميع دول العالم بدون استثناء.
دكتور نسأل سؤال، يعني بما أن الائتلاف اسمه ائتلاف الأمل، هل تعتقد أن بإمكاننا أن نصل إلى هذه النسبة من الناس، أن نتمكن من عمل أي خطوة يمكن أن تساهم في إنهاء هذه الجائحة من هون لآخر 2021؟ أنا متفائل جدا كالعادة في ظل التحديات الموجودة، ولكن هناك فرص كثيرة موجودة، هناك حلول متاحة حاليا، هناك اقتراب أكثر للقطاع الصحي من الحصول على التطعيم، نتائج إيجابية تم الإعلان عنها مؤخرا، بالتالي كان لابد من أبوظبي أن تتحرك باتجاه سلسلة التوريد وائتلاف الأمل حتى يكون البنية التحتية جاهزة متى ما تم اعتماد أي تطعيم من التطعيمات الموجودة عالميا، وآلية نقلها بكل سهولة بين دول العالم. بالتالي اليوم أبوظبي تقول لا خوف على عملية نقل التطعيمات هذه من دولة إلى أخرى في ظل وجود هذا التحالف، وأيضا هي دلالة واضحة على أننا نقترب أكثر وأكثر من القضاء على هذه الجائحة بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لك دكتور جمال الكعبي وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، طبعا نتمنى لكم التوفيق، فيها فائدة لنا ولكل العالم. شكرا لك دكتور.